بسم الله الرحمن الرحيم. مساءكم جميل، يسعدنا ويسعدني شخصيا أن ألتقي في هذه الليلة بالأصدقاء الناقد الجميل الأستاذ أحمد حسن والأستاذة تهال رباح، وبفارس هذه الليلة وشاعرها الأستاذ إبراهيم النحاس. سنناقش في هذه الليلة الديوان الرابع للشاعر إبراهيم النحاس، الديوان بعنوان من شارع جانبي. والأستاذ إبراهيم النحاس عضو اتحاد الكتاب وعضو الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر. صدر له الديوان الأول الحزن ينسى أحيانا عام 1999، والديوان الثاني كل هذه التفاصيل سنة 2008، والديوان الثالث كشخص عادي 2011، ونحن هذه الليلة مع الديوان الرابع في ممر جانبي. هذا الديوان كان من اللافت عند قراءته أن توقفت كثيرا عند عتباته أو إحدى عتباته، الغلاف الذي يحمل هذا اللون الرمادي، وما يحيه أو ما يوحي به هذا اللون الرمادي. وتوقفت أيضا عند العنوان الذي كتب باللون الأحمر وما يوحي به اللون الأحمر في هذا في هذا السياق تحديدا. صورة الغلاف وعدم ما اعرفش، حاسه ان هي كده فيها سرياليه او فيها، فبرضه بتوحي باشياء سوف يلقي الضوء عليها الاخوه النقاد. توقفت ايضا عند الاهداء، توقفت عند النص المتصدر للديوان، توقفت عند طريقه كتابه القصائد. كل هذه التساؤلات سوف يلقي عليها الضوء النقاد. ونبدا اولا بقراءه لبعض القصائد يلقيها الشاعر ابراهيم النحاس. شكرا دكتوره عاطف، شكرا للحضور. تحتضنوها دون خوف، تستطيع أن تتحمل يدك مقبض النافذة، أن تلملم ما تبقى من قدمك، تتجاوز ذوي الأطراف الكثيرة بأذنابهم، بآذانهم الرفيعة الطويلة وأنوفهم التي. كم من الوقت تحتاج لتطليق زوجتك من الذاكرة ووأد آخرين من بؤرة اهتمامك؟ هل كل هذا الغبار على الوجه، كل هذا الضباب على العين، تستطيع أن توقف مشهد حرقك اليومي، تستمتع بشرائح البيتزا وحدك، تسحب القطار إلى أو ما قبل المحطة الأولى؟ للجنون رونقه، للجنون رونقه، والتعري مؤلم جدا. هل تغتسل وأنت مغطى بكل هذه؟ تستطيع أن تبصق في وجه الريح ومن محبسها تطلق ابتسامتك، تأكل الآلهة التي صنعتها والتي لم تشارك في صنعها، لا تنظر أساسا إلى الكأس، فلا يشغلك ذاك النصف الفارغ ولا النصف الممتلئ، لا ترى مدفأة السجائر،
لا وجوه غيرك، لا جسد يزيد احتراقك، لا روح تضيق المحبس عليك، لا صوت يعلو وحدك، تحدد نوع ودرجة الطعم في لسانك، شكل القصيدة التي ترسمها دون خوف تحتضنها حياتك الجديدة. شكرا للشاعر إبراهيم النحاس. والآن مع الأستاذة ابتهال. مع الأستاذ أحمد حسن لإلقاء الضوء على بعض التساؤلات والنقاط حول الديوان. شكرا للشاعرة الصديقة الدكتورة عاطف يونس على هذا المدخل الشيق الذي يغري ليس المنصة فقط بالمشاركة، وإنما ربما الحضور أيضا لقراءة ديوان صديقنا المحتفى به وصاحب العرس إبراهيم نحاس. وشكرا أيضا للصديقة العزيزة الناقدة الواعدة ابتهال الرباح على هذه على أن مشاركتنا هذا النقاش إن شاء الله. يعني بداية بالطبع نحن نعلم أن إبراهيم النحاس شاعر من الذين يكتبون قصيدة وبانضباط وبمحاولة إضافة بشكل لؤوب، وهو من العازفين دائما عن تسويق نفسهم، ولكنه يكتب نصه ويحاول أن يكون ذاته، يحاول أن تكون لتجربته بصمة أسلوبية فارقة. من يقرأ منجزه الشعري لا سيما الآخر ديوانين مثلا يجد أن إبراهيم النحاس على مستوى الأداء اللغوي من الملاعين ربما بفكرة التقشف البلاغي، فنصه ليس لديه البهرجة أو الفائض من الخيالات أو الاستعارات أو التشبيهات، وإنما هو أحيانا يذهب إلى رؤيته في خط مستقيم يبدو عكس الرؤى السابقة للشعراء الذين كانوا يضعون رؤاهم في أسواب مجازية سواء كانت شفيفة أم كثيفة. يحاول إبراهيم النحاس أن يصنع رؤية مغايرة ويتراصل الحقيقة فيها مع كثير أيضا من الشعراء الذين ربما يتكئون على السرد الشعري لكي يكون مدخلهم إلى رؤية العالم، لا سيما أننا أصبحنا في عصر ربما تداخل الأنواع وتحورها وفي عصر الصورة، فنستطيع أن نرى داخل نص إبراهيم النحاس بشكل عام ذلك التلاقي بين الأداء اللغوي الذي تبدو فيه البساطة مراوغة وتبدو فيه يبدو فيه السرد سردا رشيقا يصنع المفارقات، وتبدو فيه الصورة دائما دالة ومتحركة إلى ما يراه أو ما يعتقده من رؤى للعالم أو تصورات. الحقيقة بالطبع أن القراءة يعني أحيانا لا تلخص، ومن الصعب أن يلخص التحليل النقدي، فسوف أحاول أن أقرأ صفحات ليست يعني كثيرة كي لا يضج الحاضرون، ومداخلتي عن إبراهيم النحاس بعنوان جدلية الثورة والاغتراب في ديوان من شارع جانبي. يبدو عنوان من شارع جانبي لشاعرنا إبراهيم النحاس عنوانا دالا يشي بفائض دلالي أكبر من كلماته الثلاثية الموجزة، إذ إن من يتأمل هذا العنوان في ضوء المتن الشعري بأكمله سيدرك أنه ليس عنوانا لإحدى خصائد الديوان كما تجري العادة في معظم الأعمال الشعرية التي تصدر حديثا، ومن ثم فإن هذا العنوان قد تصدر غلاف الديوان بوصفه بنية مركزية مهيمنة معتبة إشارية دالة، إذ يحدد زاوية الرؤية التي تتخذها الذات الناظرة إزاء موضوعها المنظور، فكرة من شارع جانبي، وهي رؤية جانبية لا تدعي امتلاك الحقيقة ولا تتصدر باعتبارها متنا نبويا رائيا مفارقا
بقدر ما تفتح زاوية رؤية خاصة للذات الشاعرة التي ترى العالم عبر حواسها الممعنة في التأمل وجسدها الممعن في المعايشة. وفي هذا الإطار نستطيع أن نرصد مفارقة أولية كبرى بين عنوان المتن الشعري الذي يبدو مرتبطاً بالهامشي والتفصيلي والمعيش ومضمون المتن الشعري الذي يتحرك عبر فضاء ثوري كبير صنعته تجربة الشاعر في ثورة 25 يناير. ومن ثم فإن عناوين القصائد تنصرف لتؤشر على وقائع تاريخية محددة يستطيع أن يتفاعل معها القارئ المعايش لثورة يناير أو المشارك في صنع أحداثها أو المتابع الشغوف لمساراتها المتوترة. ويكفي أن نشير في هذا السياق إلى عناوين قبل خطاب التنحي: مذكرات كلمة في ميدان التحرير، ما بعد التنحي، لاهسا في قلب الميدان، ليس هذا هو الميدان. وإذا كان محمود درويش قد عبر منذ سنوات قليلة في نص يغتالوني النقاد عن ضيقه بنقاده الذين يريدون أن يظل معلقا بحبل القضايا الكبرى ومرتبطا بقضية فلسطين ارتباطا سرمديا لا فكاك منه، قائلا: يغتالني النقاد احيانا يريدون القصيدة ذاتها والاستعارة ذاتها، فاذا مشيت على طريق جانبي شاردا قالوا لقد خان الطريق، وان عثرت على بلاغة عشبة قالوا تخلى عن عناد السنديان. هذا النص بالطبع دلالته تنصرف الى فكرة أن دائماً التلقي القديم يشد الشاعر ربما بحجر إلى مراياه القديمة أو إلى الطبيعة التي يحاول أن يتجاوزها، وأي شاعر يقول بالطبع يحاول دائماً أن يتجاوز صورته الأولى. لكن هذا الجيل الذي يكتب قصيدة النس إبراهيم النحاس وجيله بالطبع قد استطاعوا أن يجددوا في رؤاتهم الشعرية وخصوصية العين الناظرة، مما يجعلهم يوفقون بين وعيهم بدور الشاعر في لحظتنا الراهنة من ناحية وقدرته على تناول الموضوعات العامة والقضايا الكبرى تناولا ذاتيا خاصا من ناحية الأخرى. ومن ثم فإن النظر من الشارع الجانبي لن يمنع الشاعر من إهداء ديوانه إلى دماء الشهداء قائلا: إليها الدماء التي أبت أن تهدر سدى حتى نتعرى أمام أنفسنا، ولن يماطله عن أن يصدر ديوانه بمقولة جيفارا: الطريق مظلم وحالك، إن لم تخترق أنت وأنا فمن سيضيق الطريق. لنستخلص من مفارقة العنوان والمتن ومن الإهداء والتصدير أن الشاعر ينشد أفقا من القيم الخالدة من وراء لحظته التاريخية العابرة، ولعل أبرزها قيم التطهر ومواجهة النفس بصدق بالغ وقيم التضحية والفداء والانتماء إلى المسؤولية والانعطاف من الأنانية. وإذا كان الديوان كما أشرنا يرصد مفارقة كبرى بين عنوانه الهامشي ومتنه الثوري، فإنه أيضا يتحرك عبر مفارقة أخرى تصنعها الوضعية التاريخية للقصائد: ما قبل التنحي وما بعد التنحي. ودول يعني مفصلان يعني ليس عنوانين لقصائد حد ذاتها بقدر ما يعني يوضحان فكرة الانتقال من ما قبل التنحي إلى ما بعد التنحي، إذ نلاحظ الدور الدلالي العميق الذي تؤديه حركة الضمائر في القصيدة الأولى تحتضنها دون خوف، والشاعر قرأ منها بعض الأسطر، لنرى الآن الشاعرة وقد انقسمت على نفسها إلى ذاتين، تقوم إحداهما بفعل الرصد الشعري وتقوم الأخرى بفعل الاندياح في علائق الحياة عبر الأنا والآخرين، الذي نستشعر معه نبرة التوتر والاغتراب والمناوعة المستمرة بين العالم الخاص للأنا والعوالم التي تخص الآخرين بضجيجها المتعالي الذي لا يعني شيئا للأنا الشاعرة في نهاية الأمر. وكأن شاعرنا يعيد عزف اللحن المغترب القديم لأحمد عبد المعطي الحجازي حين كان يقول: هذا الزحام لا أحد، ولكن بطريقته الخاصة في الأداء: لا وجوه غيرك، لا جسد يزيد احتراقك، لا روح تضيق المحبس عليك، لا صوت يعلو وحدك، تحدد نوع ودرجة الطعم في لسانك. شكل القصيدة التي ترسمها دون خوف تحتضنها حياتك الجديدة
إذ ينهض التوتر الأسلوبي الذي يشكله ورود حرف النفي الباتر بكثافة تكرارية عالية في صدر كل سطر شعري على تأكيد ملمح الغربة الفردية المتلهفة لأي تغيير يعيد صياغة العالم قبل أن تجد ضالتها في الفعل الثوري الجماعي الذي تتجلى فيه الأنا الشاعرة بحسبانها مجسدة لروح الكلمة التي تقوم بأدوار متعددة مشكلة ملامح من الأفعال الثورية المضيئة في ثورة 25 يناير. الكلمة التي جلست على جانب الرصيف دون أدنى ملامح للتسول، دون معاناة من فقر أو حتى رغبة في الانزواء، كانت تلتقط أنفاسها تبعد دخان القنابل المسيلة للدموع عن وجهها، تدرك عن وعي أن صوتها المتعب أعلى من صوت الطرفات الطائشة. تتحرك هذه الكلمة الفردية بعد ذلك مزدحمة بالفعل الجماعي الذي يصالحها على المجموع الذي اغتربت عنه قبل الثورة، كالآخرين وقفت في قلب الميدان تساعد في إسعافه وهم يخرجون الرصاصة الغبية من قدمه اليمنى، الرصاصة التي شارك مع غيره في دفع ثمنها من بعض راتبه. ولتسهم هذه الكلمة، لأن هو نص إبراهيم نحاس يتحدث بلسان الكلمة ويعقد لها مجموعة من التشخيصات ومجموعة من الرؤى ويفتحها على فضاء العالم بشكل مبتكر، هذه الكلمة تسهم في إعادة صياغة ملمح الوحدة بين عنصري الأمة عبر أداء تخيلي طريف يجسد فعل المحبة وجسارة المواجهة في آن. في مقطع الحقيقة من أعجب مقاطع الديوان يقول إبراهيم: عجبتني وهي تندفع بحب خارج المصحف تعاني بنتا لها من الوصايا العشر، تشابكت أيديهما في الميدان تواجه قنابل الغاز بنشيد الإنشاد. وليتآثر ذلك التحول من الكلمة الغربة إلى الكلمة الوحدة مع تحول آخر يؤكد انعكاس التوحد الثوري على الأفراد الذين مارسوا فعل الثورة ففازوا بلذة التطهر، ربما عبر الاحتراق الذي كان ينشده جيفارا في التصدير الذي اقترحه الشاعر ليكون المدخل المناسبة للولوج إلى عالم الديوان. يرسم الشاعر قيمة الجدل بين السلوك الفردي والحلم الجمعي عبر مفارقة خاطفة، يقف منتشيا في الميدان نهدان يجبران صافرة الإعجاب على الانطلاق، تتحرر الغرائز خلسة مع حركة المؤخرة في بنطالها الجنس، يدفع عمره لقبلة يتخيلها ليتوارى السلوك الغرائزي ويتضاءل الجسد الفاتن وينحسر عن بؤرة المشهد ليصبح محض صوت جمعي يذوب في أروع نغمات الذات الإنسانية حين تمارس تجليها الأنصع طلبا للحرية المستهان. بعد شهر مضى يقف ديوارها في الميدان تتوارى أنوثتها، يسقط الجسد من حساباتهما يجتمعان على هتاف واحد مع أمير عيد في كل شارع بلادي صوت الحرية بينادي. وفي هذا الإطار يجيد الشاعر التقاط تجل بصري معادل لذلك التجل الموسيقي الجمعي الباهر، صانعا نغمة بصرية عدلة كانت تؤكد فعل التماهي المستحيل إنجاز التعبير قبل أن تتسلل سهام الفرقة إلى ذلك الجسد الجمعي الحيوي المسمى الشباب. الشباب وهم ينظفون بصمتهم يبهرون العالم، يكتمون أروع قصيدة لحضارتهم، إذ ما تلبس نغمة العزف الجماعي التي صالحت الكلمة على الفعل وصالحت السمع على البصر أن تتوارى لتصنع توترا في حالة النحل الجماعية وتصدعا في جسد التماسك الثوري، لتسقط الأنا الشاعرة في تيه الاحتمالات المشتتة وفي فخ الممارسات القامعة في آن. لا تنتظر وجود احتمال رابع، هنا إما أن تدغدغ الهروات جسدك الغالي أو تنجو لاهسا إلى قلب الميدان، أو في لحظة فارقة يخرج الموت من شارع جانبي. لنلمح عنوان الديوان الذي كان يحدد زاوية الرؤية مقترنا بالموت هذه المرة،
مما يدفعنا إلى إعادة تأمل العنوان وكأنه محاولة لوجدان الخلاص من ذلك الصنيع الذي تشكله الممارسات الجمعية القامعة التي تبدو في مخيلة الشاعر كأنها قدر حتمي تسهم العناصر الكونية الشمس والليل في مؤازرته ونصرته. الشمس وقد قبلت ببرود شديد أن تشارك القنابل المسيلة للدموع إزاءك. الليل وقد سمح لنفسه أن يخفي الحفافيش على أسطح العمارات. في هذا الإطار تعود الكلمة الصادقة إلى الاغتراب مرة أخرى لتحل محلها محاولات الكلمة الإعلامية المزاحمة المتلونة التي تعيد تأويل الفعل الثوري تأويلا فاسدا يقلب الحقائق ويعبث برمزية الألوان. الدماء التي وقفت وحدها في وجههم، الدماء التي غرست كرامتنا، لماذا يتلاعب البعض عن قصد ليرسموها هكذا بالأسود فقط؟ ويعود الشاعر إلى الاغتراب المكاني قائلا: ليس هذا هو الميدان، في عنوان أحد قصائده كما أشرنا، راجعا إلى رؤيته الهامشية التي رآها من شارع جانبي لم يمكنه إلا من رؤية أبطاله الثوريين قابعين أسفل اللوحة متوحدين في جسد الفريسة بعد أن كانوا جسد الميدان. أصابع تأخذ شكل المخالب والدماء تسيل على أحد جوانب الفم. الفريسة تنتفض أسفل اللوحة دائما مكانها أسفل اللوحة. ويغدو من المنطقي أن نتلقى أمثلة الشاعر الرمزية التي يكتفي بها الشاعر التي يكني بها الشاعر عن مصر لهميس آخر عرائس النيل الفرعونية التي تغدو في الآن ذاته المعادلة الشعرية الرهيب للثورة المهجورة أو المغدورة عبر تيمة الطقس الاحتفالية بالموت وتيمة السخرية الجماعية من ذلك الطقس الثوري القديم المقدس المعادل للطقس الثوري الحديث المنتهج. وهختم بقراية نص اسمه قفزة واحدة إلى السماء. في ساعة محددة الطيور تربص، المزامير تطلق صياحها وحدها، هاميس تعتلي منصة التتويج، تلملم زينتها ما لديها من أنوثة وبعض ذكريات، عيونها شاخصة لقفزة واحدة إلى السماء. دقائق ويسحب الاحتفال ما تبقى من دقوق، ينفض الجمع ساخرا، يكفرون كل من اعتلى بالحب منصة التتويج. وشكرا. شكرا للأستاذ الناقد أحمد حسن، شكرا لهذه القراءة التي تضاءت كثيرا من جلدات النص، وكيف أن كل عتبة من عتبات نفوس الشاعر ضمير النحاس كانت تتكامل وتجيب إلى العتبة التي تليها، بدءا من اللون الغلاف ومن اللون الذي كتب به الديوان، عنوان الديوان من شارع جانبي الذي كتب باللون الأحمر. وأنا يعني عجبني جدا أنه مكتوب باللون الأحمر، لأنه لا تنبوحي أن هذا الشارع الجانبي، الشارع غير الرئيس، كانت تحدث فيه أشياء من شارع جانبي، وفي شارع جانبي أشياء تحدث وخرجت وخرجت وانطلقت من الثورة والقتل كان اليوم الذي كتب فيه العنوان معبرا ومضيفا إلى الحدث الذي يحكي عن الأستاذ أحمد حسن عن اللغة وكيف كانت أيضا موظفة توظيفا جيدا المفردة على مستوى المفردة، فوجدنا كثير من المفردات التي تتناسب مع الحدث أيضا، الرصاصة،
قنابل الغاز، قنابل المسيلة، الدموع، الفرية، الهراوات وما إلى ذلك من مفردات أضافت إلى القصيدة جمالاً، ويعني ليست بعيدة عن هي دي حقول الموضوع أو حقول النص. نلتقي مع الأستاذ إبراهيم النحاس نسمع منه قصيدة أو عمل آخر، ثم ننتقل إلى الأستاذة إبتهال ربح. قبل إلقاء القصيدة من باب الاعتراف بالجميل، ندين بالشكر بثلاثة. الشكر الأول للمنصة دكتورة عواطف يونس، رغم أنها خادمة اليوم من شرم الشيخ أصرت على الحضور وإدارة الندوة. الشكر الثاني للناقدة إبتهال رباح التي أجلت مشاركتها في معرض الإسكندرية للكتاب من أجل أيضا المشاركة. والشكر للصديق أحمد حسن على هذه القراءة القيمة. الشكر الثاني للحضور الكريم، حبيب القلب ينال سعد طبعا وأسرته، عبد الله راغب رفيق العمر، حنان شفعي مفاجأة الليلة وزهرة الليلة، عادل عجيمي أشرف عقمنعم. لكن الشكر الخاص جدا للرفيق الشاعر والباحث هانس صلوي ومؤسسة الوقا، والغائبين الحاضرين الفنانة التشكيلية ألطاف وقدرتها على إخراج غلاف الديوان بهذا الجمال الذي تماس مع رؤية الديوان من الداخل، والغائب الحاضر أيضا عبد العظيم جازم الصلوي الذي لا ينسى دوره وجهده في هذا. عودة إلى الشعر، حقيقة أستاذ أحمد حسن دفعني لإلقاء أن ألقي قصيدة مذكرات كلمة في بداية التحرير، رغم أنها قيلت في مناسبات عديدة. مذكرات كلمة في ميدان التحرير، الكلمة التي جلست على جانب الرصيف دون أدنى ملامح للتسول، دون معاناة من فقر أو حتى رغبة في الانزواء، كانت تلتقط أنفاسها تبعد دخان القنابل المسيلة للدموع عن وجهها، تدرك عن وعي أن صوتها المتعب مؤقتا أعلى من صوت الطلقات الطائشة. من وقت لآخر كانت تبتسم ساخرة، كم فضلت الانطواء على نفسها، كم ألجمها الخوف على صاحبها، وكذلك تخشى نظرات الصورة كانت تقوم على صاحبها، ولتعديل الصورة خرجت مدوية رغم إصرارها العجيب على وصف نفسها بأنها سلمية. سلمية كالآخرين وقفت في قلب الميدان تساعد في إسعافه، وهم يخرجون الرصاصة الغبية من قدمه اليمنى، الرصاصة التي شارك مع غيره في دفع ثمنها من بعض ذلك. قبل موعد الزفاف بشهرين، ما ذنبها لترى أثر الرصاصة في عينه بدلا من كلمة أحبك؟ في حجرة العناية المركزة لملمت الكلمة حاجياتها بهدوء، وتركت لغة الأيادي نائبا عنها. أعجبتني وهي تندفع خارج المصحف تعانق أختا لها من الوصايا العشر، تشابكت أيديهما في الميدان، واجه قنابل الغاز بنشيد الإنشاد. جاء الوقت كي أقولها، لا تمر، جاء الوقت كي أقولها، لا تمروا بأحذيتكم على هذا العشب، العشب الذي ارتوى بدماء، كان سلاحها الوحيد كلمة ارحل. حين قام بعملية الاغتصاب هكذا، حين سرق الهدأة في رحم الليل
لم ينجح في تحرير الكلمة الجملة الخطأ. فين أيام دولا واحدا الوطن والنظام، وبالبيادة التي اهترأت وبعض نجوم سقطت من على الكتف وحجرات تعذيب احترقت، أدرك أن المسافة بين الكلمتين بعيدة. يقف منتشيا في الميدان نهدان يجبران صافرة الإعجاب على الانطلاق. تتحرر الغرائز خلسة مع حركة المؤخرة في بطارها الجنس، يدفع عمره لقبلة يتخيلها. بعد شهر مضى يقف جوارها في الميدان، تتوارى أنوثتها، يسقط الجسد من حساباتهما، يجتمعان على هتاف واحد، يرددان مع أميري في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينا. شكرا. شكرا أستاذ إبراهيم. مع قراءة الأخرى قراءة بعض النقاط أو بعض المحاور في الروايات أستاذة هلال طبع. بالتأكيد لا أضيف أكثر مما أضافه الناقد الكبير أستاذ أحمد حسن. كانت تجلس معك أحضنها دون خوف، يسترجع ذكريات ما قبل خطاب التنحي، أقرأ لها مذكرات كلمة في ميدان التحرير كتبها جدها يوم هو الميكروفون بس عايز يقرب على الشاشه. نوستالجيا. كانت تجلس معها تحتضنها دون خوف، يسترجع ذكريات ما قبل خطاب التنحي، تقرا لها مذكرات كلمه في ميدان التحرير كتبها جدها يومها قبل أن يجري لاهثاً إلى قلب الميدان. كان قد كتبها بعد التنحي. الآن الميدان ليس هذا هو الميدان، تغيرت ملامحه جداً رغم أنه نقشها كما لو كانت نقش فرعوني قديم. كتب في مذكراتي أحببنا الثور لأنها أحبتنا، وحينما سمعنا قرر الرئيس تفر قلوب ملايين الثائرين كما لو كانت قلبا واحدا قفز قفزة واحدة إلى السماء. ولا أدري لما يريدون الآن أن يزبوا بها بين سلال القمامة لا يعترفون بها. الحقيقة أنه لا ذنب لي، جميعنا الثوار وأنا لم نخرج عن حدود التشوه. سخروا مني لكنني لم ألتفت إلى سخريتها، وقلت الدماء التي سالت حتى تتعرى أمام أنفسنا لن تهدر سدى. مذكراته هذه كانت عليها صورته وهو يمسك بلافتة مكتوب عليها كلمات لجيفارا: الطريق مظلم وحالك، إن لم تحترق أنت وأنا فمن سيضيء الطريق؟ هذه اللافتة ستراها حتما إذا زرت قبره الآن، فهو في عداد الشهداء. بهذه الكلمات البسيطة قد أوجزت بعض عناوين الديوان، عناوين قصائد الديوان. أريد أن أتكلم عن هذه المجموعة الشعرية الرابعة للشاعر إبراهيم موسى النحاس، مكتنزة بقوائم فنية متنوعة تبرز على شكل دوائر تلتبس الذات وتقصي الآخر ما أمكن ذلك. فمن دلالة العنوان من شارع جانبي الذي يظهر للمتلقي حاملا دلالات ذاتية كاشفة عن اختزال كامل للمضامين التي يحتويها الديوان الذي يعبر عن ثورة 25 من يناير، يختزل فيه الأنا الحزينة والمغتربة الوحيدة المحرومة أو المتلهفة إلى الحرية.
وهي كلها مجتمعة ترسم سيرة تعبر عن كل شخص فينا يحلم بالحرية. بالرغم من تنوع الضمائر إلا أن الشاعر حينما يتحدث ويكتب يحث كل شخص بثورته، يحث أنه الثائر، أنه الفتاة التي تخشى نظرات المرة في قصيدة مذكرات في ميدان التحرير، أنه الثائر في شارع محمد محمود، الأب في قصيدة لا ذنب لي. من اللافت للنظر أن الشاعر أيضا أراد أن يشرك المتلقي في ديوانه، أراد بهذه النقط المتعمدة في هذه المقاطع مثل أنوفهم التي نقاط تسحب القطار إلى إن لم يجدوا يصنعون في قصيدة لا ذنب لي. يريد الشاعر أن يشارك القارئ والمتلقي في ديوانه بصفته شريكين أساسيين في قيام الثورة. إن الشاعر والثائر شريكين أساسيين في هذا الديوان من شارع جانبي. ربما كانت تفتقد الحبكة القصصية في بعض القصائد ويخفت فيها عد الأفطال، وهذا يعد بالنسبة لي شكل إيجابي وليس سلبي، حيث إن الثورة لم ولن تنسب إلى بطل معين بل قام بها جيل كامل، وهذا الجيل هو البطل. إلا أن الشاعر كان هو البطل الوحيد للمجموعة الشعرية والباقون شخصيات ثانوية يميل الشاعر إلى إقصائه. من اللافت أيضا للنظر أن الحزن يسيطر على جميع قصائد الشاعر. بدا مليا أن القصائد مليئة بالشعور الفياض وبالإحساس المرهق لفراق الأحبة، وهم بالطبع شهداء الثورة. إلا أن هذا الحزن كان مزدوجا بالفرح أيضا، ربما لنجاح الثورة أو لضياعه. أختلف معك في العنوان، أنت قلت أن من شارع جانبي، أنه مولع بالبلاء، أن الشاعر غير مولع بالبلاغة، إلا أن الشاعر أرى أنه مولع بالبلاغة في بعض الأحيان، وهذا واضح من الديوان السابق كشخص عادي. أختلف على حرف الكاف، ربما كان يمكن أن يكون شخص عادي، أنت كنت تريد أن تقول الحياة كشخص عادي. التشبيه بالنسبة لي إلى حد ما لا أتفق فيه. أيضا مع ديوان هذا، مع عنوان هذا الديوان من شارع جانبي. ليه من شارع؟ ليه نحط حرف الجر؟ ممكن نقول شارع جانبي وأترك الباقي للمتلقي. الغموض أحيانا يشرك المتلقي، وأنت كنت تريد أن تشرك المتلقي ببعض النقاط التي أوضعتها في الديوان ولم تشركه معك في ديوان في عنوان في أختلف أيضا معك في أن الأنا غير مسيطرة. الأنا مسيطرة بشكل كبير، إلا أنها كانت مختفية في الضمائر الأخرى، إلا أن الشاعر كان يتحدث بالأنا في كل شخصيات الديوان. تحس أن كل شخص يتحدث عنه الشاعر في قصائده هو أنا وليس نحن وليس أي ضمير آخر. أيضا العنوان، أيضا الغلاف، أحيي فكرة الغلاف. الغلاف أظن أنه صورة فوتوغرافية من شارع جانبي في ميدان التحرير وليس فقط. في المجمل الديوان أكثر من رائع، أحيي فيه اللغة، الأسلوب البارع الذي يحاول الشاعر فيه أن يضع جديدا على طريق قصيدة النثر، أن يصنع قالبا جديدا يصنع فيه الشاعر إبراهيم موسى النحاس نفسه، مختلفا عن جيل كامل من الشعراء. أحييه على من شارع جانبي وعلى تأريخه لثورة 25 مايو. شكرا للأستاذة ابتهال رباح على هذه القراءة الواعدة التي أضاءت كثيرا من جنبات النص.
وأنا أختلف معها أيضا في العنوان من شارع جانبي، يعني هي تريد أن يحذف حرف الجر من، ولكني أرى أن هذا الحرف جميل جدا وموظف، وأن الحدث الذي يدل على اللحظة الفارقة الجميلة في تاريخنا، هذه اللحظة أو هذا الحدث خرج من هذا الشارع الجانبي، فكلمة من أضافت إلى العنوان وأضافت إلى النص وإلى الديوان، وهي مجرد نعم. تمام، هنفتح باب لشارع جانبي لوحدها، هضيف للمتلقي نفسه في المطلق، المتلقي نفسه هيحاول يحط أكتر من حاجة قبل شارع جانبي، هيحط من شارع جانبي، هيحط أي كلمة قبلها بحيث إن هو يبقى مشارك في شارع جانبي، حدث أو شيء ما حدث في شارع جانبي أو من هذا الشارع الجانبي.